طيب يا شباب، احنا هنكمل بقى السايزنج بتاعنا، هنكمل في البايب سايزنج. فالبايب سايزنج احنا بنتكلم على بنمشي ميه في البايبس، فعشان خاطر نحسب الووتر لوسز بتاعتنا، فزي ما كان عندنا الاير فريكشن تشارت، عندنا تشارت زيها للميه برضو. عندنا هنا الفلوريت تحت اهو، تمام، وعندي هنا الدلتا بي على ال البريشر دروب لكل متر، وعندي هنا الديامتر دي خطوط الديامتر، وعندي هنا دي خطوط السرعة، تمام. طيب نفس الشارت بتاعتها التانية برضه لوج سكيل، لو عايز اعمل اجيب نقطة اعمل انتربوليشن مفيش فيها اي مشكلة. طيب اللي خلي بالنا منه بقى ان الشارت دي عند درجة حرارة المية ب 20 بس، تمام. طيب درجة حرارة المية ب 20 بس، طب لو درجة حرارة المية مختلفة عن الرقم ده بعمل ايه؟ ببدأ ان انا اعمل اضرب الرقم اللي هطلعه من هنا في كوركشن فاكتور. ايه هو الكوركشن فاكتور؟ اهو، يعني انا دلوقتي جبت الدلتا بي على ال من الشارت اللي فوق، محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اضرب في الكوركشن فاكتور على حسب التمبريتشر بتاعتي، اشوف انا التمبريتشر بتاعتي بكام، تمام، التمبريتشر بكام، اطلع اجيب عند 20 هتلاقي ان الكوركشن بواحد، لان الشارت فوق عندها بواحد. اشوف بقى انا عندي تمبريتشر مثلا ب 60 على حسب السرعه بتاعتي، رايح جايب ايه الفاكتور اللي هضربه في الدلتا بي على ال اللي جبتها من الشارت اللي فوق، تمام كده. تالت حاجة معانا دي الداتا شيت الوحيدة في البايب، ايه هي؟ وهي ال equivalent tens. طيب فعندي هنا لو بتكلم على، هو هيديك ايه؟ اما هيديك زي الدكت coefficient، بتحسب اللوسز برضو اللي هي نص coefficient في نص رو في سكوير، ده البريشر اللي بيوقعه الفيتنج بتاعك او الالبو او ايا كان اللي انت مركبه. انما هنا بيقول لك بقى انت على حسب البايب ديامتر بتاعتك، يعني انت عندك ادي بايب ديامتر مثلا اهو، وحصل فيه البو، فهنا في عندك البو 90، البو 45، تي التي ده اللي هي بيبقى كده. فانت بتتكلم بقى على الستريت برانش اللي هو ده، ولا السايد برانش؟ فالسايد برانش ليه لينس والستريت برانش ليه لينس، ده الاوبن كلوف فولف، كل ده بالمتر، تمام. فعلى حسب الديامتر هتشوف انت ماشي ازاي، تمام. طيب هنشوف المسألة بتاعتنا ونرجع، لو عاوزنا نيجي هجدول تاني هنيجي تاني. المسألة عندنا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز البريشر دروب بسكال لكل متر لما يكون الفلوريد ب 8 ودرجة حرارة ب 60. مديك النوع البايب ده كده، الشرطة بتاعتي شغالة على اللي هي ستيل بايب، ومديك الديامتر ب 75. طيب ايه اللي انا هعمله؟ اروح رايح للتشارت قال لي درجة حرارة 60، فانا اخش للتشارت احسب للفاكتور اللي هو درجة حرارة كام؟ 20. مديني ايه؟ مديني فلوريت ب 8000، طلع عندي فلوريت ب 8000، وعندي الديامتر ب 75، تمام. اقطع ده مع ده، هعمل انتربوليشن، اروح رايح جايب البريشر بكام؟ اروح جايب الدلتا بي على ال بتساوي 356.52. هل ده اللي انا هشتغل بيه؟ لا، ده عندي 20، اروح رايح جايب الكوركشن فاكتور عند 60 والسرعه اللي هو مدهاني. طب السرعه اجيبها منين؟ السرعه انت اوريدي يا اما هتجيبها من عندك الكيو تساوي اف في، يا اما خط السرعه اللي على الشارت هي دي السرعه بتاعتك، فالاثنين نفس الحاجه. يعني هو الاف في الفي، يعني انت دلوقتي معاك هنا كام؟ معايا ديامتر ومعايا فلوريت، فلو عايز اجيب السرعه السرعة هيساوي كيو على الباي على الأربعة دي سكوير. والحل التاني أنا معايا كيو هنا ومعايا الديامتر هنا، فالسرعة هو الخط التقاطع بينهم، يعني النقطة اللي بيقاطعوا فيها كلهم بتحقق الكلمة دي، فالأحسن نحسبها يعني عشان متعملش انتربوليشن على الشارت التاني. طيب جبت الكوفيشنت بتاعي أو الفاكتور بتاعي طلع بي 0.97، أضرب ده في ده يجيب البريشر الأكشوال بتاعي، تمام كده. مسألة ما فيهاش حاجة برضو. طيب مسألة اتنين، بيقول لي انا عندي هنا كذا سيكشن، عندي ادي كده اهو، تمام. هسمي دول كده زي الحل بتاعنا، ادي A B C D E F G وادي الاول. طب مديني اللينس بتاع كل واحد، مديني الديامتر بتاع ده
50 ملي، والديامتر بتاع ده 35 ملي، والديامتر بتاع ده بتاع البايب دي كلها اللي هي من A لحد ال F دي ب 75 ملي. مديني اللينس في كل واحد، مديني مديني البريشر هنا ب 50، 50 كيلو باسكال above اتموسفير، والديسشارج اتموسفيرك، فاللي خارج هنا واللي خارج هنا الاتنين اتموسفيرك، وتمبريتشر 20. خلاص انا شغال على الشارت ال 20 بس، مفيش كوركشن هعمله. طيب ايه اللي انا هعمله هنا؟ انا عارف ان البي اي ب 50، دلتا البي اللي عندي لو اتكلم على الدلتا البي اللوسز هتساوي كام؟ هتساوي 50 كيلو باسكال. 50 كيلو باسكال في اللاين من ايه لحد الجي هي من ايه لحد الاي، تمام كده. طيب ايه اللي هو عايزه؟ هو عايز الكيو في كل برانش، عارف اللي عايز الكيو اللي هنا والكيو اللي هنا والكيو اللي هنا. طيب هعمل ايه؟ هبدأ ان انا اطبق معادلة البريشر دروب. انا عندي الكيو بتتجاب، يعني انا لو هاجي ابص على الشارت بتاعتي، لو انا عندي الدلتا بي على ال التوتال، تمام، يعني انا عندي فيه دلتا بي من ال اف، لو عندي الدلتا بي من ال اف يعني من اول لحد هنا، الدلتا بي على ال بتاع من ال اف كده، وانا عارف الديامتر ان هو ب 75، عارف الديامتر 75، هنزل تحت كده اروح جايب الفلوريت على طول، تمام. انت اوريدي عارف الديامتر، فانت محتاج تعرف البريشر دروب، ومن البريشر دروب هتعرف الكيو، تمام. طيب فانا محتاج ان انا اكتب معادله البريشر دروب لكل برانش منه. طب هنمسك برانش برانش كده، نمسك البرانش اللي هو دلتا بي من A لجي بيساوي ايه؟ من A لجي متقسم ان هو دلتا بي من A للإف زائد دلتا بي من F لجي، صح كده؟ ده بيساوي 50 كيلو باسكال. طيب ماشي، دلوقتي انا عايز افك بقى الدلتا البي من ال اف ده، ده بيتفك بايه؟ ده بيتفك ان هو الدلتا البي من ال اف على ال اللي هو دلتا بي على ال في اللينسز بتاعتي. عندي اللينس بتاعتي ان هو اللينسز دي كلها ده وده 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 وده، تطلع 39، فده 39 زائد زائد مين؟ زائد ال ال ايكويفالنت البو. عندي كام البو في البرانش هنا؟ عندي ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة وادي أربعة، يبقى ال equivalent قلبه في أربعة، تمام، زائد ال ال equivalent straight. أنا عندي هنا T section، أدي ده كده T section، تمام. طيب لما أنا مسكت اللاين اللي هو من A لحد ال G، فأنا عندي هنا straight line بديامتر 75 لحد ال F، تمام. طيب وعندي أربعة قلبه، وعندي ستريت سيكشن في التي ده ماينر لوس، تمام. طيب وبعد كده عندي من الاف للجي، احنا خدنا الستريت ماينر لوسز مع الابستريم زي ما كنا قلنا في السيكشن في الدكت، يعني الشرطات شغاله على كده. طيب بالنسبه للستريت الاف جي، هل في اي فيتنج موجود عليه؟ لا، فساعتها راح قايل له زائد الدلتا البي من الاف للجي على ال، كل ده مضروب فيه 30 متر بتوع، تمام كده. طيب هيروح جايب هنا ان الدلتا بي اللي هو 50 × 10^3 هيساوي الدلتا ال ال ايكويفالنت في القلبو، عارف ايه؟ عارف ان الديامتر بتاعي 75، تمام كده، وعارف ايه تاني؟ ان هو قلبه 90 درجة، بيحول الفلو 90 درجة. طيب والستريت هنا ده هو تي سيكشن، خدت جزء الستريت عند انهي ديامتر؟ 75 برضه. طيب فراح رايح على الداتا شيت بتاعتي، اهي الداتا شيت بتاعتي اهي، وقرب عليها كده. عندي هنا الديامتر 75 اهو، عندي عند ال ب 90، يبقى ده ال ال ايكوفالنت ال ب 3. طيب وعندي الستريت برانش ب 9، تمام كده، جبت التو فاكتورز بتوعي. طيب فانا عرفت ده خلاص، ده 3 وده ب 9، تمام كده. جبت معادلة ان ده بيساوي الدلتا بي اي اف على ال في 51.9 زائد دلتا بي، خلينا نكتبها بشكل انضف شوية،
50 في 10 أس 3 هتساوي دلتا بي من ال اف على ال في 51.9 زائد 30 في الدلتا بي من اف الجي على ال. بس كده دي المعادلة الأولى. احنا زي ما قلنا انا عارف في البرانش من ال اف انا عارف الدايمتر صح، مجرد ان انا اعرف الدلتا بي على ال بكام هروح من التشارت اقاطع خط الدايمتر بخط الدلتا بي على ال ده، اروح جايب الفلوريت على طول بتاع البرانش ده. جميل. نفس الكلام للاف جي، انا عارف الاف جي ده، ادي الاف جي اهو، ايه علاقة الاف جي ببعضه؟ انا دلوقتي الاف جي عارف لو عارف الدايمتر لو بخمسين ملي، لو عرفت الدلتا بي على ال بتاعته هقدر اجيب الكيو. جميل. طيب الكيو التالتة دي جايه منين؟ الكيو التالتة بنفس الطريقة، ان انا عندي الديامتر واقدر اجيب الدلتا بي على ال بتاعتها، يعني عايز كيو، بس لازم الكيو دي تساوي طرح الاتنين الكيو التانيين، لان انت عندك كيو واحد هتساوي كيو اتنين زائد كيو تلاتة، ده كيو واحد وده كيو اتنين وهنا ده كده كيو تلاتة، المفروض يبقى كونزرف. فده اللي تشيك اللي هنعمله، هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هعمل نفس الكلام في البرانش التاني ان هو من A لحد ال I، فعندي هنا الدلتا بي من A ل I بيساوي كام؟ برضو بيساوي 50 في 10 أس 3. البريشر دروب ثابت، لان ما ينفعش يبقى البريشر دروب في برانش اقل من التاني، لو في برانش البريشر دروب فيها اقل الفلو طبعا هيمشي فيه، الفلو مش هيمشي في البرانش التاني، انما عشان هما نفس البريشر دروب فهيمشوا مع بعض. يعني انت لو عندك ادي لاين كده اهو وادي لاين اهو، لو انا اللاين اللي فوق ده البريشر دروب فيها اقل الفلو كله هيمشي هنا، فايه اللي يخليه يمشي هنا؟ ان انا اقعد اركب هنا فيتنج واعمل قلب واركب فالف عشان البريشر هنا يبقى نفس البريشر هنا، فيبقى الفلو ماشي في الاثنين مش ماشي في واحد فيهم بس. تمام. طول ما البريشر هنا هيبقى عالي هيمنع الفلو انه هيمشي خلاص، فالفلو هيمشي في الاتجاه ده وخلاص. طيب الدلتا بي من ال اي ب 50 في 10 اس 3، هو قال لك اوريدي ان اللي داخل 50 في 10 اس 3 واللي خارج اتموسفيرك، فالدلتا 50 في 10 اس 3 ده بيساوي دلتا البي من ال اف برضو في دي على ال في عندك 39 زائد 4 ال ايكويفالنت البو، كل ده مشترك يعني ده نفس القلب اللي فوق اللي هو برده بثلاثة ما اتغيرش انه شغال على ديامتر 75 زائد ال L equivalent للبرانش، عشان انت عندك ال T section انت قلت هنا كان 39 هي ما اتغيرتش، يعني الجزء اللي عندنا تحت ده كده 39 وال 4 قلبه ما اتغيروش، ايه اللي اتغير؟ البرانش اللي هنا ده، فالبرانش ده في الداتا شيت مختلف بكام؟ تيجي تبص هنا هتلاقي عندك ان البرانش بي 4.6. طيب فراح رايح هتلاقي ان المعادلة كل حاجة هي بس ده بس اللي اتغير بقى 4.6 زائد الدلتا بي من اف لحد الاي على ال مضروبة في كام؟ مضروبة في 6 زائد 18 24 زائد 1 قلبه بقل قلبه بس كده مفيش حاجة تاني. تمام كده. طيب القلب بكام بقى هنا؟ هل هو نفس التلاتة دي؟ لا غلط. طيب اجيبه منين؟ برضو هروح على الشارت تاني ابص كده على القلب الديامتر بكام؟ 35 راح على 35 القلب 90 1.2 ده الفاكتور بتاعي. تمام كده. المعادلة دي برضو معلومة هكتب خلاص كل الارقام فيها انا عارفها مفيش بس غير دلتا بيها هي المجهولة، فراح كاتب المعادلة التانية ان هي عندي 50 في 10 أس 3 هتساوي 55.6 دلتا بي اي اف على ال زائد 25.2 دلتا بي اف اي على ال. دي كده المعادلة التانية. ايه المعادلة التالتة؟ ان كيو واحد زائد كيو اتنين هتساوي سوري كيو واحد هتساوي كيو اتنين زائد كيو تلاتة، دي المعادلة التالتة. هعمل ايه؟ هروح اعمل جدول كده واعمل تريندر. هعمل ايه في الجدول ده؟ اول حاجه هقسيم كي توتال،
زي الحل اللي انتوا شايفين فيه كده، حل اسيوم كيو تساوي ب 8. طب لما اسيوم كيو تساوي ب 8 هروح رايح على الجدول كده، عندي ده 8 زيلة 8000، يعني 8 سوري 8 لتر بير سكند. ف هروح طالع هنا، ده طالع بال 8 كده معايا الديامتر، روح جايب الدلتا بي على ال، جبت الدلتا بي مين على ال؟ الدلتا بي اي اف، لان الكيو ده كيو توتال، كيو بتاعت واحد، فانا معايا كيو توتال ومعايا الدايمتر 75، جبت الدلتا بي ايه على الاف دي برقم، طلع 356.5. طيب لما يكون الدلتا بي على الاف انت جبتها، هتروح تعوض في ايكويشن واحد وايكويشن اتنين، ايكويشن واحد ايكويشن اتنين، جبت الدلتا بي اف اي على ال والدلتا بي اف جي على ال، جبتها تبقى 1050، 1197.5. طب لما جبت كل دلتا بي من دول هتعمل ايه بعد ما جبتهم؟ هتروح على التشارت كده، انا معايا الدلتا بي صح، انا جبتها اهي، ومعايا مين؟ معايا الدايمتر، فهجيبها هخبطها، اروح جايب كيو 2، اروح جايب كيو 3 من التشارت، يبقى دول كده فروم التشارت، جبت كيو 2 وكيو 3 من التشارت، اروح جامعهم كيو 1 جديده، اروح ناقلها بعد كده واعيد من تاني. الموضوع كالتالي، هتفرض اول خطوه عندك كيو، بعد فرض كيو هتجيب منها البريشر دروب. انا دلوقتي فرضت كيو في انهي خط؟ فرضت كيو اللي ماشيه هنا، كيو اللي ماشيه هنا معايا الديامتر هنا 75، تمام. فعرفت البريشر دروب في اللاين ده بكام، هو مش هيديك بريشر دروب، هيقولك الدلتا بي على ال، يعني كل متر من اللاين البريشر دروب بكام. فجبت الدلتا بي على ال للجزء اي اف ده. طيب لما جبت الدلتا بي على ال من جزء من ال اف، اروح رايح معوض في المعادلتين اللي عندي، المعادله الاولى هنا ده جبته من الشارت، اروح جايب دي، اروح رايح بقى هي بتجيب الدلتا بي على ال اللي هي في الشارت مش دلتا بي بس. طيب تروح لتاني معادله، ده خلاص انا جبتها، اروح رايح حاسب دي كده، معايا البريشر دروب ليه؟ لكل متر في البرانش ده وللبرانش اللي تحت ده، تمام. اعمل ايه بعد كده؟ محتاج اجيب الكيو، اروح رايح للتشارت تاني، معايا الدلتا بي على ال، معايا الديامتر، اروح جايب الكيو كيو 2 وكيو 3. طب اعرف كيو 2 وكيو 3 بكيو 1؟ مجموع كيو 2 زائد كيو 3 بيساوي كيو 1. طبيعي ان اول مره مش هيكونفرج، هيطلع غير 8 اللي انت فرضتها، كيو 1 اللي طلعت دي خدها وعيد بيها الموضوع تاني، تمام كده. طيب لحد ما تثبت هتلاقي ان هي ثبتت عند، مش موجوده في الحل اللي معاكو، ان كيو توتال هتساوي 7.13، كيو 1 هتساوي 5.186، كيو 2 هتساوي 1.943، تمام كده ماشي. عندنا بعد كده حاجة اسمها ال expansion tank. طيب ايه ال expansion tank ده؟ انت بيبقى عندك السيستم بتاعك كده، بتحط فيه اكسبانشن تانك عشان خاطر نتيجة تغير الحرارة بين الصيف والشتاء، تمدد المية وكده، متبقاش المواسير كلها مقفولة، يحصل انفجار أو حاجة، في نفس الوقت ما يبقاش فيه عرضة للسيستم يتعرض لكافيتي، يعني ما يبقاش فيه كافيتيشن في السيستم، إن السيستم ما يلاقيش مية. فأنت بتحط السيستم كده أهو، تيجي قبل البامب بتاعتك الفلو ماشي كده، تيجي قبل البامب وتروح حاطط كده تانك كده كبير، حاطط فيه إيه الهيد بتاعه، أعلى من اعلى هيد في السيستم، فانت ضامن ان اللي داخل البامب ما يخليهاش يحصل لها كافيتيشن، تمام. طيب الاكسبانشن ده اللي احنا هندرسه حاجه عامله كده، فانت عندك قبل ما تبدا تملى الاكسبانشن تانك ده هو ليه فوليوم، هنقول ان الفوليوم ده هو فوليوم واحد، تمام. ابتديت مليته، فهتلاقي عندك اللي فوق ده هوا داير، ودي المية بتاعتك، والسيستم بقى ماشي كده، ادي البايبنج وبتاع وتمام. جيت قبل ده، قبل ما تملاه خالص، هو فوليوم التانك ده في واحد. طيب في وقت كده اللي هو في اتنين، هنيجي نبص على الاير هنا، ادي في اتنين، وشوية الاير ده هيتضغط يبقى ادي في تلاتة. الضغط نتيجة ايه؟ الضغط نتيجة تغير الحرارة في السيستم. طيب في الدلتا في عندك تساوي في اتنين ناقص في تلاتة. طيب ماشي، الدلتا الفي ده في ناقص في بتساوي الام دلتا في، لان الماس ثابت، الماس مش هيتغير، اللي هيتغير هو السبيسيفيك فوليوم بتاعك.
طيب فهتيجي الام ده هو مين؟ هو الفي اس وانت بتملى التانك على الفي كولد. هنشوف ده في المسألة عامل ازاي. ده هو الفوليوم اثناء الفيلنج بتاع التانك حسب انت بتملاه وهو سخن او بتملاه وهو بارد، ده الستارت بتاعك على السبيسيفيك فوليوم بتاع الكولد في دلتا في اللي هو الفي هوت ناقص الفي كولد. تمام كده؟ لا اللي هو بوزيتيف المفروض، في هوت ناقص في كولد لان الرو كولد اعلى من الرو هوت. تمام. طب ده الدلتا في. انا عايز دلوقتي اجيب الفوليوم بتاع التانك اصلا، انا عايز احسب الفوليوم بتاع الاكسبانشن تانك بتاعي في السيستم. طيب الفوليوم بتاع الاكسبانشن تانك ده بيساوي ايه؟ هو المفروض ان هو في تي ده صح؟ طيب انا لو جيت اقول ايه علاقة ال ايه علاقة الفوليوم بتاع التانك بموضوع البريشر بالاير، يعني عندك دلوقتي البي في السبيسيفيك فوليوم بتاع الاير او بي في بتاع الاير بيساوي كونستنت صح؟ طيب فانت عندك ال في 2 على ال في 1 او ال في 2 على ال في 3 هنا هتساوي ال بي 3 على ال بي 2. يعني انت قبل ما تملى التانك الفوليوم بتاع التانك هو اتموسفيرك، مجرد ما مليته دلوقتي انت مليته فانت في هيد في السيستم، فانت بقى البريشر بتاع التانك ليه بريشر اللي هو بريشر الكولد ده عامل فوليوم كولد فوليوم اير معين. لما يحصل بريشر بتاع الهوت هتلاقي بقى فيه فوليوم بتاع الهوت، الفوليوم بتاع الهوت بتاع الاير اقل من الفوليوم بتاع الكولد هيتمدد فهتلاقي الاير اتقفل. تمام. علاقة البريشر علاقة الفوليوم. طب لو انا جيت بقى اقول ال في واحد اللي هو الفي اللي هو في بتاع التانك او فوليوم بتاع التانك على في اتنين ناقص في تلاتة ده هتساوي ايه؟ هتساوي هجهز الفوليوم التانك ده تحت، فعندي هنا واحد في اتنين على الفي التانك ناقص في تلاتة على الفي التانك. الفي التانك قلنا هو عنده بريشر اتموسفيريك فده بيساوي واحد على بي تانك يا واحد يا ده بي اتموسفيريك او بي اي ده الانيشال بتاعي اللي هو المفروض اتموسفيريك لو ما ادهولكش يعني على البي اتنين اللي هو في حالة الكل، لان اتنين ده هو في حالة الكل ناقص البي اي على البي في حالة الهوت، لان احنا قلنا ان الفي اتنين اللي هو الكبير ده في حالة ان انت السيستم بتاعك لسه الماية فيه برد، الماية لما بتسخن تبدأ انك تضغط الاير تضغط لفوق كده فالفي تلاتة بتاع الهوت. طيب ما علينا كده، هتلاقي ان عندك ايه الفي 2 على الفي 3 ادى المعادله دي في البريشر ده في تي على في 2 ناقص في 3. طب انا عايز الفي تي بس هيساوي ايه؟ هيساوي المعادله دي كلها في الدلتا في صح كده. طب دلتا في احنا لسه جايبينه من شويه، دلتا في جبناه من شويه فين اهو، ادي دلتا في هنحاوض المعادلتين في بعض فلاقي عندي ان فوليوم التانك بيساوي ال في اس اللي هو الفيلنج فوليوم على الفي كولد في الدلتا في كولد سوري الدلتا في بس اللي هي في هوت ناقص في كولد على بي اي على البي كولد ناقص البي اي على البي هوت. القانون ده هو اللي حفظ في الاخر. تمام. لو عايز اجيب الفوليوم بتاع التانك بيتجاب من القانون ده، عايز اجيب الدلتا في فبتتجاب من القانون ده. تمام. انا قلت لك هما الاثنين جم منين. جميل. طيب تعال نبص على مسألة رقم 3. مسألة رقم 3 بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي انا مديك الهوت ووتر سيستم الفوليوم بتاعه، فمديك ان الفوليوم بتاع السيستم بيساوي 7.6. تمام. قال لك ان هو محطوط عند الهايست بوينت 12 متر. جميل. اباف تانك التي بتاع الفيلنج ووتر الكولد تي كولد بتساوي 20 والتي هوت بتساوي 90 والبي ماكسيمم بتساوي 250 كيلو باسكال. عايز ايه؟ عايز فوليوم التانك. يقول لك اعمل ديزاين للتانك بقى قول للتانك هيبقى حجمه عامل ازاي. طيب ماشي. دلوقتي البي ماكسيمم ده هو البي بتاع الهوت، ان لما هيبقى البي هوت السيستم هيبقى بريشرايزد جامد ان هو الهواء اللي عنده الضغط. طيب فدلوقتي هاجي اقول له في تانك، اكتب قانون في تانك ده كان بيساوي
ال في اس على ال في على السبيسيفيك فوليوم الكولد في دلتا في على البريشر اي بي سي ناقص البي اي على البي هوت. طيب دلوقتي انا ايه اللي مش معايا هنا؟ قال معايا فوليوم السيستم، مديهولي دلتا الفي الكولد. انا عندي درجة حرارة ب20 ودرجة حرارة ب90، اروح اجيب من الستيم تيبل الفي كولد بكام والفي هوت بكام، هما الاتنين مية، الاتنين مية، يعني انت الاتنين هجيبهم عند السبيسيك فوليوم، سوري عند ساتوريتد ليكويد. جميل. طيب جبت السبيسيك فوليوم بتاع كل واحد فيهم، اجي بعد كده البي اي، البي اي هو بي اتموسفيريك مفيش فيه مشكلة، بعوض هنا بالابسليوت، ابسليوت بريشر، فانا عشان خاطر لو قعدت بيجادج بريشر بي اي بزيرو فخلاص المكان عندي بزيرو، فعندي البي اي ده هو البي اتموسفيريك. طيب البي كولد هو مين؟ هو البي اتموسفيريك زائد الهايت بتاع التانك اللي هو رو جي اتش، قال لك على 12 متر، والبي هوت هو مديلك على طول 250 كيلو بس. تمام. هتعوض في المعادله، روح جايب على طول الفوليوم التانك كل حاجه فيهم معاك. جميل. طيب مسألة أربعة بيقول لي إيه في مسألة أربعة؟ نبص على مسألة أربعة هنا، بيقول لي هنا expansion tank درجة حرارة الكولد ووتر بتاعته تي كولد ب 25 والتي هوت ب 85. قال لي هنا ان الدلتا في تغير في حجم التانك، في الحجم بتاع الدلتا في اللي هو في 2 ناقص في 3 اللي هو لما يتحول من ان هو سخن البارد، هيبقى قد ايه من ريش التانك؟ قال لي ان الدلتا في على الفي تانك كله هي الربع. طيب ومديني مديني البي اي، قال لي ان هي ب 101 مش المفروضش حاجه، البي كولد بتساوي 180، عايز البي هوت بتساوي كام؟ تمام. لو هنرجع للي احنا فاهمينه، فاحنا عارفين اصلا ان الدلتا في على الفوليوم بتاع التانك كله كان بيساوي البي اي على البي هوت ناقص البي اي على البي كولد، فهجيب المعادله دي على طول اللي انا عايزه. بس لو انا مش فاكر ده، فاكر المعادله المعادلتين التانيين، ان الدلتا في بتساوي الفي بتاع السيستم على الفي كولد في الدلتا في، فانا مش مديني تمبريتشر كولد وتمبريتشر الهوت، فانا معايا الدلتا في ومعايا دي، فساعتها اقول له ان الدلتا في هتساوي 31 على 1002 الفوليوم السيستم. تمام. طيب الفوليوم بتاع التانك كان بيساوي ايه؟ القانون بتاعه كان بيساوي الفوليوم بتاع السيستم دلتا في على في الكولد واحد على البريشر اي بريشر هوت ناقص بريشر اي، سوري دي الكولد ودي الهوت. فانا دلوقتي عندي هنا اقدر اشيل الفي سيستم، لا سوري، هو قال الفوليوم التانك 4 دلتا الفي، يعني انا هشيل هنا مين؟ يعني انا عندي المعادله دي هو بيقول ان هي 4 في الدلتا الفي اللي هو 4 في 31 على 1002 الفي سيستم. هو كده في سيستم مش عندي، فانا في سيستم ده راح مع في سيستم ده. تمام. الدلتا في على الفي سي اقدر احسبها، وعندي هنا دي ارقام، اروح جايب ده على طول. تمام. الحلين موجودين معاكم في السوليوشن اللي دفعته لكم. تمام. اخر حاجه هنقولها هي البامب. المساله مش هتوضح كل حاجه عايزين نقولها، فهنشرح سريعا كده. البامب او الفينر الاثنين نفس الحاجه، ان انا عندي دلوقتي في عندي لوسز في السيستم. يعني ايه لوسز في السيستم؟ ان انت عندك في كيرف كده بيعبر عن اللوس. تمام. عند كل فلوريت تبدا تشوف الهيد بكام، اللوسز عماله تزيد او البريشر دروب عمال يزيد. طب بتروح تجيب بامب، يعني دي الاوبريشن بوينت اللي انا بشتغل عندها. ممكن ان انا اشتغل عند اوبريشن بوينت تانية
بس يفضل ان اروح اشتري بامب تقاطع الفلوريت مع الكيرف السيستم، ده كيرف السيستم وده كيرف البامب. طب دلوقتي انا دلوقتي النقطه اللي شغال عليها اهي، ده الفلوريت اللي انا شغال عليه مش النقطه دي، هعمل ايه؟ اروح مزود الار بي ام بتاع البامب شويه، كل ما ازود الار بي ام كل ما الكيرف ده هترفع لفوق. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل على فلوريت اقل شويه، هعمل ايه؟ هبدا ان انا اقفل الفالف بتاع السيستم بتاعي، اقفل الفالف في السيستم، اخنق الفلو، مع ان اخنق الفلو ان بزود اللوسز، فتلاقي الكيرف بقى عامل كده. فكل ما كيرف السيستم بيتحرك كده معناه انت بتقفل الفالفات بتاعتك، كل ما البامب كيرف بتاعها بيطلع لفوق معناه انت بتزود الار بي ام. طبعا انتوا في التيرب واخدين الكلام ده فانتوا اوريدي عارفين. طيب لو انا عايز ارسم دلوقتي الكيرف كده محصل كذا حاجه، فانا عندي هنا دي ده الاتش الهيد بتاعي، وبيبدأ ان هو يزيد مع الار بي ام، ده الهيد. طيب بالنسبه للباور بار بيبقى عامل كده بتاع البامب، وبيبدأ ان هو كل ما الار بي ام كل ما الكيرف بتاع الباور يقل، يعني كده الان عكس الهيد، باور عكس الهيد. طيب بالنسبه للافشنسي، افشنسي بتبقى عامله كده، فانا عندي في نقطه اوبتيمم يفضل ان انا السيستم بتاعي يشتغل عندها، ده بيحقق اعلى كفاءه للبامب او الفانه بتاعتي. تمام. طيب لو هنرسم بتاع بقى انضف شويه، فانا عندي هنا ادي ده الهيد، وده لما اكون بزود الان، وده الباور، وده لما بكون بزود الان، وده كيرف الافشنسي. دي كلها ليها علاقه بالبامب نفسها مش بالسيستم بتاعك. ادي الكيو وادي الاتش. طب بالنسبه للسيستم بقى، يعني كيرف السيستم ده، كيرف السيستم ده ايه علاقه دلتا بي بالفلوريت؟ انت لما تشوف في معادله اللوسز فانت اصلا عندك ان الدلتا بي فانكشن في الفلوستي سكوير، صح؟ والفلوستي في الكيو هي الاي في الفي، يبقى الدلتا بي بتاع السيستم بيتناسب مع الكيو سكوير. العلاقه بين دلتا بي بتاع السيستم والفلوريت اللي عندك هي علاقه من الدرجه الثانيه، بولينومي من الدرجه الثانيه. تمام. طيب لو انا دلوقتي عندي برضو اوريدي المفروض خطوها في البامب، انا دلوقتي ركبت تو بامبس ان بارل وان سيريز، دلوقتي ركبت اهم ده ان سيريز، ايه اللي حصل؟ الفلوريت هو واحد، يعني كيو واحد بتساوي كيو اتنين، ولكن اللي زاد هو الهيد. فانا دلوقتي لو عندي سيستم كده اللي زاد هو الهيد، فهو ده اللي حصل، بس اهو كده الهيد بتاعي هو اللي اتضاعف. طبعا هيبقى اتضاعف، يعني لو ده مثلا خمسة ارفعه فوق كده ده كده خمسة كمان. تمام. طيب لو هو ان سيريز بقى، لو هو دلوقتي ان سيريز ايه اللي حصل؟ اهم حاجة ان البريشر دروب هنا هو نفس البريشر دروب هنا، البريشر دروب ثابت. بس ايه اللي زاد؟ اللي زاد هو الفلوريد بتاعك هو اللي زاد، فهتلاقي عندك ده الكيرف كده، فهتلاقي الكيرف عمل كده، الفلوريد بتاعك زاد. وطبعا طبعا اللوسز في اللاين ده هي نفس اللوسز في اللاين ده، ولكن ايه علاقتها باللوسز في لاين واحد؟ يعني لو انا عندي سنجل بامب، ادي دي سنجل بامب اللوسز فيها مثلا 100، رحت ركبت لها لاين تاني حطيت فيه بامب، متوقع اللوسز تزيد ولا تقل؟ طالما ركبت حاجه تاني اللوسز هتزيد، فاللوسز في السيستم ده اعلى من السيستم ده، صح كده؟ ولكن اللاين ده هو نفس بريشر لوس اللاين ده عشان هما امبارل. تمام. خلينا نفرق دي، انا دلوقتي عندي السيستم ده هو مكون من لاين واحد، ادي ده كده اهو، ده 100 كيلو باسكال، رحت جبت اللاين ده وركبته مع لاين تاني، ايه علاقة اللاين ده باللاين ده؟ الاتنين دول نفس بريشر دروب، علاقتهم باللي فوق هما اكيد اعلى منه. تمام. وانا خدت مقابل ده هيد. طيب فهمنا الحتة دي، جميل. انا دلوقتي طب لو بالنسبة للسيستم بقى، لو انا عايز اتكلم على السيستم، انا دلوقتي عندي سيستم اهو، لو انا ركبت السيستم ده فلو لاين ان سيريز معاه،
زيه يعني، ادي اللاين اهو، ركبت واحد معاه تاني. كيرف السيستم هيعمل ازاي؟ طالما ان سيريز يبقى عندي الهيد هو اللي هيزيد، فلا عندي لو هو واحد زيه عندي اعمل كده، ادي الكيرف ان عند نفس الفلوريت ده بيديني هيد، ده بيديني هيد اعلى منه. طيب لو عايز ارسم ليه البارلل، فانا عندي السيستم اهو، لو بارلل فانا عند نفس البريشر متوقع ان ده يديني فلوريت، ده يديني فلوريت اكبر منه، فهتلاقي ان البارلل عامل كده. تمام. طيب فيبقى ده السنجل وده البارلل، ان هو كيرف طلع لبره، وده العكس عامل كده. يعني لو هنيجي نتكلم، ده سنجل، ده سيريس، ده سنجل، ده كيرف السيستم مش كيرف البامب. كيرف البامب احنا اتكلمنا عنه فوق، وده كيرف السيستم. جميل. تعالى نحل المسألة بتاعتنا بقى. بيقول لي عندي ايه؟ بيقول لي مديك كيرف سنجل بامب، يعني انا مديك اهو كده، ده الكيرف بتاع سنجل بامب اهو، ده الكيرف سنجل بامب، مديك هنا الكيو، مديك هنا البريشر دروب. طيب وافشنسي وباور وما علينا. بقول لك هنا انا عندي سنترفيوجال بامب، كاركترستيك كيرف بتاعها موجودة عندك، شغالة على الكيو تساوي 10 لتر بير سكند. اديشنال بامب از بليست ان بارلل، بعد كده راح هو يعني راح هو عند او عنده السيستم ده في بامب واحدة سنجل كده، راح هو مسك البامب دي وحط واحدة زيها ان بارلل. تمام. عشان نزود الفلوريت، بيقول لك بقى انا عايز اعرف ايه الفلوريت الجديد بتاعي. وعايز التوتال باور ريكوايرد باي تو بامبس، عايز الباور بتاعه. طيب واحدة واحدة بقى كده، انا دلوقتي عايز اعرف الدلتا بي بتاع السيستم بتاعي بكام. هل هو مدهوني اصلا؟ مش مدهوني. طيب انا عندي دلوقتي هبص كده على البامب دي، انا عندي هنا قال الفلوريت بكام؟ ب 10. اطلع عند ال10 في السنجل الاول، احترع جايب مين؟ الدلتا بي، دلتا بي بتاعت السيستم في الاول في السنجل، يعني اتكلم هنا على حالة السنجل بس. الدلتا بي بتاعتي تطلع 130 كيلو باسكال. طيب كسيستم بقى، كيرف السيستم ده ايه علاقة الدلتا بي السيستم بالكيو؟ بتتناسب مع كيو سكوير، يعني الدلتا بي اللي هو 130 كيلو باسكال هيساوي كونستانت في الكيو تربيع، صح؟ كونستانت ده يطلع معاك بكام؟ يطلع ب1.3. تمام. ايه اللي هيحصل لما هيوصل اصلا السيستم ده امبارل؟ ان انا همسك كده وهزوده، ده كان 10. المتوقع ان هو لو كمل كده ده هيبقى كام؟ ده هيبقى 20. فهل انا هعرف ارسم كاركترستيك كيرف اللي هو بالاحمر ده لل بامب، للايكويفالنت بامب اللي هو الاتنين مع بعض، يعني ده وده مع بعض؟ لو عرفت ارسمه خلاص كده تمام، ان انا مجرد ما هرسمه وانا خلاص عرفت كيرف السيستم ان هو طالع من هنا بولينوميال باور 2 ده وخبط في النقطه دي، هكمله واخليه يقطع الكيرف اللي انا رسمته. بس انت مش هتعرف ترسم الكاركترستيك كيرف بتاع التو بامبس مع بعض. طيب فانا هشتغل على ايه؟ هشتغل على السنجل بامب. تاني، لو انا دلوقتي عايز، هو عايز ايه؟ هو عايز الفلوريت، يعني دلوقتي هو البامب الاولانيه خلاص دي شغاله على 130 كيلو باسكال وبتوصل الفلوريت ده، لما اوصل الاثنين طبيعي الفلوريت هيزيد وطبيعي البريشر هيبقى اعلى من 130. طيب كام؟ فهتروح راسم الايكويفالنت ده، لو انت عرفت ترسمه كده اهو، ان هو عند ال 130 المفروض يخبط هنا ال 120، ان هو عند نفس البريشر المفروض هيديك دبل الفلوريت، طبيعي لو هما ايدنتيكال. طيب والدلتا بي سيستم ده انت خلاص اوريدي جبت الكيرف بتاعه، بس انت مش هتعرف ترسم ده. طب هشتغل ازاي؟ هشتغل على السنجل بامب، انا ما عايش غير كيرف سنجل بامب بس. طيب لو جيت اتكلم على في حالة الدبل بقى، الدلتا بي
بتاع السيستم بيساوي ايه في حالة بقى ان هو الدبل دلتا بتاع السيستم، ايه اللي حصل لها؟ طبيعي ان هي هتزيد صح، فهتساوي الكي كونستانت يعني في الكيو تربيع. طيب فالكيو ده هو كيو مين؟ كيو سيستم برضو. طب كيو سيستم ده ايه علاقتها بالكيو سينجل بامب؟ يعني عندي هنا دي ادي سينجل بامب وادي سينجل بامب، دي سينجل ودي سينجل بامب، جميل. طيب انا عندي هنا ده كيو، ده كيو سيستم، ده مين؟ هو كيو سيستم على الاثنين صح كده. طيب يبقى كيو سيستم على الاثنين والدلتا بي سيستم، هل السيستم بتاعك اتغير؟ السيستم بتاعك ما اتغيرش، فانا الدلتا بي سيستم بيساوي نفس الكي اللي هي 1.3 الكيو سيستم تربيع. كيرف ده كيرف السيستم ما اتغيرش. فكره في الكيو ان انا ما اعرفش البامب بكام دلوقتي، تمام، يعني ان الكيو متحكم عندك هي البامب شغال عندك. طيب فانا عندي هنا الدلتا بي السيستم اللي هو متغيرش بيساوي 1.3 في الكيو سيستم، قلنا ان هي دبل كيو سينجل، فهيبقى 2 كيو سينجل تربيع. ده يطلع بره باربعة، عندك هنا 5.2 كيو سينجل تربيع بيساوي الدلتا بي سيستم. انا عايز اعرف بقى انا عندي الدنيا عامله ازاي، فهبدا ان انا اروح اعمل تراند ايرور. تراند ايرور فين؟ في السنجل. انا دلوقتي شغال على الكيو سنجل، يعني انت خليت المعادله فانكشن في الكيو سنجل. لو كنت خليتها فانكشن في الكيو ال خليتها فانكشن في ال في اللي هو الكيرف التاني، الكيرف اللي هو الاحمر ده، كنت هعمل ايه؟ كنت اقول له الدلتا بي سيستم بيساوي كي في كيو السيستم تربيع، تمام. طيب انت عندك البي سيستم هنا بكام؟ كان ب 130، كانت الكيو ب 20. مش احنا قلنا ان الكيرف ده اهو لما كان ده 130 كان ده ب 20، تروح رايح جايب الكي دي تطلع الكي ب 0.325، تقعد تقاطع الكيرف ده، بس قلنا الكيرف ده مش معاك، فاحنا هنشتغل على مين؟ هنشتغل على السنجل. فالدلتا بي سيستم هو 5.2 في كيو سنجل تربيع، فهنجي عندي كده هنا، عندي هنا الكيرف بتاع البامب السنجل لان انا اشتغل على الفلوت السنجل، وعندي هنا المعادله بتاعت السيستم اكن راسم الكيرف ده، تمام. عايز اقاطعهم ببعض، عايز اجيب النقطه دي، هعمل ايه؟ هعمل تراند ايرور، هقول له هنا اسيوم ان الكيو هتساوي 8. لما الكيو هتساوي 8 اروح رايح جايب من الكيرف يطلع ب 200، اعوض بال 200 هنا، اروح رايح اجيب بيه السنجل دي ب 6.2، اعوض بيها هنا 6.2، اجيها من التشارت 230، وافضل ترند اقول لحد ما يثبتوا مع بعض ان الكيو بتاعتي بتاعت السنجل بتساوي 6.578، تمام. والدلتا بي بتاع السيستم هيساوي 225 كيلو باسكال. طيب يبقى الكيو التوتال كيو السيستم بيساوي 2 كيو سنجل. طيب ودلتا بي دلتا السيستم خلاص ثابت، والباور الباور بيساوي الدلتا بي في الكيو على الافشنسي، هاسيوم هنا الافشنسي 100%، اكتب له كده دلتا بي في الكيو، جبت الباور ب 2.96 كيلو وات. تعملوا حد عنده اي سؤال يسأل.